نذهب مباشرة مرة أخرى إلى موفد الإخبارية السورية إلى مدينة التل. طبعا الإخبارية السورية هي الوسيلة الإعلامية الأولى التي تواكب خروج المسلحين من هذه المدينة تنفيذا لبنود المصالحة. إليك ربيعة، تفضل. طبعا تحية لكم مشاهدي ومتابعي الإخبارية السورية. كما أسلفنا قبل قليل في الرسالة السابقة، نحن متواجدون في مدينة بدأت عملية يعني خروج الدفعة الثالثة التي بدأت اليوم صباحا المسلحين وعائلاتهم. كما ترون معي في الصورة الآن تخرج السيارات التابعة للهلال الأحمر العربي السوري لنقل الجرحى من جرحى المسلحين أو الحالات المرضية. طبعا قبل قليل خرجت ثلاث حافلات، بعدها بعشر دقائق أيضا خرجت حافلتين للمسلحين من مدينة التل. طبعا يذكر أن هذه المنطقة أو هذه منطقة التجمع هنا مدخل مدينة التل يتجمع فيها بحدود 40 إلى 45 حافلة لتنقل مسلحي التل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم بحدود 1200 شخص كتقييم أولي سيقومون بالتوجه إلى التل. ضمن الاتفاق الذي تحدثنا عنه وهو اتفاق التل، سيتم خروج كل المسلحين بسلاحهم الخفيف عدد 500 بندقية بدون ذخيرة. سيتم خروج المسلحين وعائلاتهم باتجاه إدلب، بعد ذلك ستتم تسوية أوضاع من يرغب بتسوية أوضاعه من المتورطين أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية أو المنشقين. أيضا ستتم تسوية أوضاعهم ضمن الاتفاق الذي وقعته المجموعات المسلحة مع الدولة السورية عبر وفد المصالحة. بعد ذلك الخطوة الثالثة هي دخول يعني إعلان مدينة التل خالية من السلاح والمسلحين. بعد ذلك أيضا بأسبوع ستتم تسوية أوضاع كل هؤلاء من تورط بدعم المجموعات المسلحة حسب الرسمية التي سجلتها يعني لجان المصالحة داخل مدينة التل. هناك عدد تقريبي تحدثت فيه مصادر متقاطعة عن أن يعني الذين يريدون تسوية أوضاعهم يبلغ عددهم بحدود 4000 إلى 5000 شخص، منهم مسلحين ومتخلفين ومنشقين عن الخدمة العسكرية. خلال الأيام القادمة ستتم تسوية أوضاعهم، بعد ذلك على الفور تعلن مدينة التل خالية من السلاح والمسلحين ليتم دخول الجهات الرسمية للحكومة السورية ممثلة بقوى الأمن الداخلي، وأيضا عودة الخدمات يعني خدمات محافظة ريف دمشق باعتبار المدينة مدينة التل تعتبر ثاني أكبر مدينة تابعة لمحافظة ريف دمشق. سيتم دخول الجهات المعنية، سيتم إعادة فتح المدارس وأيضا يعني عودة الحياة الأسواق إلى الحياة داخل مدينة التل. بذلك نستطيع الحديث يعني أن مدينة التل هذه تشبه الاتفاقية التي حدثت فيها ما حدث أيضا في بلدة قدسية والهامة منذ أسبوعين حينما أعلنت بالكامل تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتم تسوية أوضاع يعني بحمل السلاح أو دعم المجموعات المسلحة وهي آمنة تماما مدينة قدسية والهامة. أيضا هنا الحديث عن مدينة التل، يعني التطورات هنا خروج المسلحين، خروج عائلاتهم، تسوية الأوضاع، معالجة أمور المنشقين وعودة الحياة والخدمات إلى مدينة التل. بعد قليل أيضا سنشهد خروج بعض الحافلات هنا، سنواكبكم بهذه التغطية المباشرة دائما عبر الإخبارية السورية وعبر موقع الإخبارية السورية مباشر هنا من أطراف مدينة التل لنرصد ونوثق خروج المجموعات المسلحة. ربيع ديبة، شكرا جزيلا لك، مفاد الإخبارية السورية إلى مدينة التل.